أن نشكر ورحمة الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة إن عدوها لا تحصوها، خصوصا نعمة الإيمان والإسلام، حتى نستطيع أن نحضر في هذا المجلس المبارك إن شاء الله بلا خطر ولا نقصان. هيا بنا أن نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة عيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بدين الإسلام لكافة الناس إلى آخر الزمان، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه المهديين إلى يوم الدين. تحية نحضر أي شباب إندونيسيا، نعمل جميعا في نوبة الصحية، ونعمل دائما حق الروح القومية في نفوسنا. أيها الحاضرون الكرام، نحن شبان إندونيسيا، لا بد لنا أن نعمل دائما حق الروح القومية في نفوسنا. هل أنتم تعرفون لماذا؟ لأن ولدنا إندونيسيا أشد حاجة لنا، أعني شباب إندونيسيا الذي لديهم روح الوطنية والدفاع عن الوطن عليا، وهذا أمر ضروري جدا للاستقرار والمرونة لسائر الشعب إندونيسيا في المستقبل. لكنه عندما ننظر للرقيق نجد عدد المتزايد من متعدد المخدرات في إندونيسيا التي قد تم تسجيل عددها في نهاية عام سنة 2016 من قبل وكالة مكافحة المخدرات المعدنية. وهناك 5.9 مليون يتعاطون المخدرات، 70% المستخدمين هم بإذن الإنجاب، بما في ذلك 22% منهم أي دخولهم في سن طلاب المدرسة. وهذا إذا لم ندفع يسبب بذلك تفاقم وتخالف صمود بلدة إندونيسيا عن البلد الأخرى. أيها المستمعون السعداء، نحن بحاجة إلى معرفة أن مخاطرة تعدد المخدرات يمكن أن تدمر مفاصل مجتمع شعاب إندونيسيا، وهذا يبدو من أنحاء متفرقة منها الإيديولوجية والسياسة والثقافة الاجتماعية والاقتصادية والدفاع والأمن الوطنية. أما ضد الإيديولوجية فمتعدد المخدرات جعلوا القرية غير محدودة، أعني أنهم سلكوا طريقتهم خاصة ولا يبالون لإنظمة قانون الدولة الإندونيسية. أما ضد السياسة فإنهم يتعاطون المخدرات التي لها أصل استراتيجية بهجر تلك السياسة، سياسة قدرات وفساد واحتيال وغير عادلة وعدم أمانة. أما دور الثقافة الاجتماعية فإن المخدرات تجعل قيمة الأخلاق محدودة، مسألة معاشرة وعدم الرعاية في البيئة المحيطة بها وتجاهل الإسراع. أما الضغط الاقتصادية فأعلم أن المخدرات تتميل المستخدمين بهذا الثلاث الكسبي والسعي في من أدى الفاضي وإنتاجيات العمل والدفاع المعدة الجريمة. أخيرا أما في مجال الدفاع والأمن الوطنية فإن كل ما يتعاطى المخدرات يمكن أن تدمر، يمكن أن نخسر القومية الوطنية في أنفسنا وروح طلاب العلم. هيا بنا نمو القومية الوطنية في روحنا، قل لا للمخدرات. بلدنا إندونيسيا صار بلدا طيبا وربا غفورا. اكتفيت كلامي في هذا النهار.
terus itu menyesuap dan fumin Allah. Akhiran aku lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha ilayya. Wassalamualaikum.